السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أضيف أي تاسك في الجنت ده هنا المخطط دوت، بكل بساطة هروح لبلان وأروح محدد التاسك اللي أنا عايز أضيف ليها. ممكن أعمل كرييت سواء أباف أو بلو أو أز شيلد، حاجة فرعية منها يعني. ممكن أقول له أب أباف وأروح أضيف تاسك جديدة، أو أقول له بلو، أو أقول له أنا عايز أز شيلد فيعمل حاجة فرعية منها. تقدر تديها اي اسم انت عايزه، تمام. طيب لو انا عايز اربط عنصر معين بتاسك جديده مش موجوده هنا، اعلم على العناصر اللي انا عايزها وادوس رايت كليك واضيفها للريسورسز، وبعد كده هاجي هنا هقول له انا عايز كرييت تاسك وات روت ليفل ولا اندر سيلكت تاسك ولا بيلو سيلكت تاسك، هو يبدأ يضيفهالي بالشكل دوت. يعني خلينا مثلا نعمل سيلكت على العنصر دوت اهو، وهقول له ريسورس. دلوقتي هاجي هنا ادوس رايت كليك واقول له كرييت تاسك اندر سيلكت تاسك، عمل لي هيت التاسك هيت، وده التاسك اللي فاتت وده التاسك اللي قبليه.